بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ بقراءة القرآن ماذا نصنع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدون إبارني أما كيسكا نبقم أسنى القرآن إما زابت ستكون يتوسك بار. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني نقول هذا. نعم سألين تين مجيسكا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ سألين تين أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله لا بغيره. سنبي مناتك في روحنا أن تطلب الله سبحانه وتعالى فأعبد سنزيجا سجدتو مناتك من الشيطان. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأن الشيطان خرج عن طاعة الله. سنبي مناتك في روحنا أن تطلب مناتك في روحنا أن تطلب الله سبحانه وتعالى من الشيطان. إنه بعد ما تونغا إيزي أن تشينوي الشيطان سأشيكو إيزي الرجيم هو مرجوم يعني مطرود من رحمة الله، نسأل الله العافية والسلامة. سنوي الرجيم مبارن سنوي سنوي نفوقا أمني كنا كنا أنتو بالله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله العافية والسلامة هو في النار. سنوي مناتك أنتو بالله سبحانه وتعالى لا يدخل الجنة. سأجي اسمي تناتني عفو أنتو بالله سبحانه وتعالى فاسمي تناتني بلدي. أو سمي بالرجيم لأنه يرجم بني آدم، يرمي بني آدم، يأتي لبني آدم ويوقعهم إما في الشبهات أو في الشهوات. الشهوات صغائر كبائر، والشبهات البدعة والشرك، والشرك أكبر وأصغر. أنسينا بالرجيم يا بارس أشياء يزد ما ميرين زانك يا دام زانك ما ميرين زانك أن يا دام أن يلانني فم سر سلانا أن يلانني ريو هيتا هيتا مارسن هافا كانوا يزان ديا. أنسينا بالرجيم إذا تستعيذ قبل قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل أن تقرأ القرآن. سنوي ميلا مناتك في روح نعم تبوا الله سبحانه وتعالى ألوهن حمكينا أنزل بكم أسنى القرآن زان. نعم.